السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، كنت عامل انت بخير؟ وأنت طيب؟ كنت عايز اسحبك بس على حكم الدراسة في الجامعات المحترمة. دراسة في أين؟ الجامعات المحترمة مكروهة، لكن إن استطعت أن تبتعد عن البنات وكنت مع طائفة من الصالحين من الشباب انتفت الكراهة. يعني لا تتوقع أنني أصدر لك فتوى في تحريم الدراسة في الجامعات المختلطة، معنى كده أن أنا أفتي الشباب كلهم ترك التعليم في مصر، لا يتصور، لكن لابد من ضوابط.